انا اصطاده اصطاده يعني اصطاده ده شبكته مش جاي واجيبك يلا هجيبك. اي رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. احنا دلوقتي قبل الفجر وقبل احنا في رمضان وصيام وكده هنسافر اسكندريه بعد كده نطلع على برج العرب. معتصم دلوقتي مأخرنا على صلاه الفجر وقعدت واقف يا عم ما تشيرنيش ومعتصم بعد الفيديو من الاول. ايه ده معتصم؟ معتصم بيجي هو الكلب معتصم عامل عقله بعقل الكلب. خلاص يا معتصم حقك عليا حقك عليا يعني. لسه دلوقتي راكبين في العربيه ولسه المشوار طويل. احنا دلوقتي في داخلين على المؤسسة معرفش احنا فين بس يلا ركبنا كرسي العربية عشان نعمل الحزام من ساعتها. منور يا عم الشيخ. دي العربية اللي احنا مسافرين بيها اهي. هنخلي عم الشيخ يصيد معانا هناك. هتصيد معانا؟ نعمل ايه؟ هنطير هناك في اسكندرية. طيارة؟ ده احنا هنعمل الطرف العربية. احنا اللي مطلعين البتاع ده اهي. انا لبست الحزام اهو. انا لابسه صح كده؟ كده صح؟ ماشي. ده معتصم انت لابس الحزام صح؟ اه. شكلك حلو بالحزام. ده المكان بقى اللي بيعملوا فيه الوقود في طنطا. مفاجأة هنا اللي احنا معانا عدة الطيارات اللي احنا هنعمل طيارتين هناك ونصيد بعض. دلوقتي فوق كوبري والبحر تحتنا اهو شكله جامد بصراحة بسم الله ما شاء الله. فينا طيارتين نجمهم هنعمل واحده ابيض وواحده اسود. عم نروح هناك احنا دلوقتي لسه راكبين زي ما احنا. لفتهم هنا في العربيه وهنكيسهم ونعمل كل حاجه هنا حالا اهو. عندهم هنا التمنيه اخضر فابيض عندنا اسود فابيض. اه زي الخباز عندهم بقى. اه هنا زي ما الخباز لبني فابيض برضه عندهم لبني فابيض. نفضمن هو بنفول واحنا هناك اهو. الشيخ بتاعنا اللي سايق العربيه وتحيه جامده ليه يا جدعان. تحيه جامده تحيه جامده. خلاص فولنا الحمد لله من البنزيمه وهنخش دلوقتي العربيه وعاملين طيارة ابيض واسود وهنصيد بعض وهنعمل شويه حركات جامده هناك اما نوصل. احنا لسه في الطريق. هتاخد انهي طياره تنطور؟ هاخد الابيض. ماشي وانا هاخد الاسود. اعلم عليك. احنا دلوقتي فين يا استاذ؟ احنا دلوقتي ان شاء الله داخلين على عجل ان شاء الله باذن الله. باذن الله كلها ساعه باذن الله ونوصل لمدينه برج العرب ان شاء الله. ايوه معانا الشيخ احمد اهو. العربيه طبعا محترمه وهو ما شاء الله حافظ الطريق وربنا يعني ربنا يحفظه والله. البحر يا جدعان البحر اهو البحر اهو. اسكندريه يا ابو العباس. مين يا ابو العباس دوت يا اسطى؟ ميه مرحبا وميه عذبه واسكندراني وكهراوي وايه؟ اه فين البتاع اللي شغال يطلع نار اللي هناك ده؟ شايفين انه بعيد عنه بص هو شغال يطلع نار هناك. احلى مسا على رجاله العجمي. احلى مسا على رجاله العجمي والعجمي ذات نفسه. احنا داخلين على 120 وهنخش على 170 وايه. ايوه الصيف هنا عجبك تقابلنا هنا بس في الصيف. ايوه رجاله العجب تقابلنا هنا في الصيف. رجاله اسكندريه كلها هنا مع بعض ان شاء الله هنا في الصيف. المنظر ده جامد بس للاسف هيجي يوم ان شاء الله ونتصور هنا بمعدات افضل من كده بكتير. بقى المستقبل باذن الله. المنظر هنا جميل بصراحه عجبني. دي فيلل فيلل العجمي. خلاص نبقى نيجي نطور من فيلل العجمي في المستقبل. بس هنا يا اسطى مفيش سطح نقف عليه. في سطح او في سلم؟ في سلم نطلع على السطح نطير. خلاص يا استاذ احمد الزمره اللي موصلنا دلوقتي لو عايز اي حد يروح اي مكان ولا اي حته هسيب لكم رقم في اول تعليق مثبت وفي الوصف ان شاء الله ممكن تقدر تتواصل معاه. متوفر واتساب بس وهو مش مع العربيه دي بس مع العربيه الثانيه. تمام ايش ده 10 رجاله. على فكره يا جدعان مدخل المحل احسن من المدخل ده صح يا استاذ؟ طبعا بهزر يا جدعان المدخل ده احسن. سامعين صوت الهواء والبحر شكله جميل طبعا هناك. هنا الناس بتصطاد على البحر بقى. دلوقتي داخلين على برج العرب وهنعدي اسكندريه ونوصل برج العرب ان شاء الله ونطير الطيارتين دول. ممكن كمان نطيرهم في العربيه. احلى عربيه استاذ احمد. استاذ احمد اللي مظبطنا وعامل لنا كل اللي نفسنا فيه ولفينا الطيارات في العربيه وكل حاجه عايشين عيشتنا هنا خالص. الحاجات دي اثار طبعا يا جدعان. هنا في نخل على المنة وشايفين قد ايه نخله قد ايه نخل بسم الله ما شاء الله مناظر جميله يا جدعان. وفي نخله على اليمين وعلى الشمال شايفين الشجر. النخل ده يا جماعه بقاله اكتر من 20 سنه. 20 سنه يا ابني ده هو بيقعد 40 سنه بس عشان يطول الطول ده اللي انت شايفه. 100 سنه ده اقل واجب يا ابني. شايف المنظر عامل ازاي؟ المنظر جامد يا جدع. منظر جميل منظر تحفه بصراحه. واستاذ احمد كمان هدلنا عشان نعرف ناخد المنظر ده. جوجل اهو بيقول لك 400 متر. طب ابعت له اللوكيشن. هو دلوقتي مشغل الابلكيشن. ثم المتابعه في خط مستقيم. ايوه امشي بقى في خط مستقيم. استنى اما نخش شمال يا جدع. هنخش شمال؟ اه خش شمال. خلي بالك لا يتوهني. ده قال لنا احنا عدينا من على بحرين المره اللي فاتت. اه عندهم
ابيض زيتي والناس عندها اصفر ابيض واحنا الوحيدين اللي عندنا سود فيس قصدي سود فابيو. انا كده حوجتلك حوجتلك يا جدع احنا اتعوجنا. لا ما انت خش يمين خش يمين خش يمين خش يمين انت اتحرك. لا لسه لسه والان نحن في برج العقرب. الفيو هنا جامد بصراحه دلوقتي وصلنا المكان. الفيو هنا جامد بصراحه بالصبح شايف المكان جامد يا جمال. طب خد خد يلا بطل هبل الله يستر. احنا حاطين الطاقتين علامه اكس اهو. يلا 1 2 3 ولا شبك دي بكره واجيبك هنا ولا استنى يلا وشبك فيه واجيب اجيبك هنا واعلم عليه اجيب وجاب شكه وعلمت يا غدا خدت وروقت عليها يا جدعان. استنى مين انت خطيئة على فكرة انت نصاها مش فيه اللي ماليش انت اللي غابت لخطيئة انت اللي غابت لخطيئة خطيئة الابيض كسب الابيض كسب يا رجل هلا الله تعالي وقطعته يا جدعان علمت عليها وقطعته الاتنين كلوت ماشي اقدم مني وبيطار اقدم مني وروقت انا خطيئة قطع الماء الجاية يا عغف الماء الجاية يا عم حبيبي تاني تعالى تاني يلا حبيبي تعالى تاني يابا يلا 1 2 3 وقف عم وانا مش بكفاءة اهدي له يا جدعان بص يا جدعان لازم نصطاده لازم نصطاده اصطاده يعني اصطاده الطاط شبكته مش جاي واجيبك كلب هجيبك اي ايه فشل التاني يلا يا عم انت كسبت معتصم بجزا صغيره طب انت جامد انا طيرت يا اسطى خد يا اسطى خد يلا بتعدي الطريق وانت بالطيار كمان يا مجنون بس العربيه بسلام يا صنع والطيارات اهي تعبانه تحت العربيه. والى اللقاء اسكندريه مره اخرى نعود اليكم. دلوقتي احنا مروحين خلاص بقى رحنا جبنا ستي نعيمه ربنا يديها الصحه وطولة العمر يا رب. عارفين الاستاكوزي ايه خدمه كل الاستاكوزي ماشي بتقلف ازاي تعمل صواني حاجه من الاخر والله صور هو والله تعبين بحر تعبين بحر ايه تعبين بحر ايه يقعد ياكل من البحر لحد ما يخنق نفسه تدي اللي بيقولوا امشي دور الشيء والله بقول انا بقول اخر ودني بقول البحر ده مش بقول مزارع واخيرا دلوقتي وصلنا وبعد رحلة الكفاح وكانت رحلة ممتعة. اشوفكم الفيديو الجاي ما تنسوش تشتركوا في القناة واللايك والشير. سلام. مش فارقة مين ولا مين بس تفرق احنا مين بنلعب لل 120 مش لل 90 ولسه فينا عقول صحة مش نايمين ولا يقصانين. بصوا ورا هتلاقي فرق ما بيننا فرق السنين ايام ما كنتوا انتوا اصلا مش موجودين محدش اعترف بينا الا ما انتصرنا وكل اللي انتقدنا دلوقتي بينا فقنا كل انتقادات بالايجاب مش بالسلب علينا ومحدش كان معانا والكل كان علينا والغريبة كل الكلام دلوقتي بقى في صالحنا ولسه ولا بنكن ولا بنتهد هنكتب تاريخ يقول للمستقبل احنا مين قدنا بجد الاولى والثانيه والثالثه قدامنا والمليون دول بتوعنا بطلوا مش هنبطل ده احنا لسه هنبدا كلامكم عايزينه يزيد علينا اكتر واكتر في البدايه مش هنقدر قالوا لكل واحد فينا لف ورجع لفينا لفينا ودلوقتي رجعنا انقضت كتير لا مش هنسمع بنرد بالنجاح الكلام زيكم كل واحد فينا ب 11 منكم واخدينها في فكرنا واخترنا مش بالعافيه زيكم العبوا في النهايه مش في البدايه والنهايه دي بتاعنا لفينا لفينا ودلوقتي رجعنا انتوا قدرات كتير لا مش هنسمع بنرد بالنجاح مش بالكلام زيكم وكل واحد فينا ب 11 منكم واخدينها بفكرنا وخططنا مش بالعافيه زيكم العبره في النهايه والنهايه دي بتاعنا والاولى والثالثه والثامنه والمليون دول بتوعنا بطلوا مش هنبطل ده احنا لسه هنبدا كلامكم عايزينه يزيد علينا اكتر واكتر ينفع عندنا ان كل خطوه مننا زيها زي كوفيد 19 لما انتشر عمل حاله رعب للبشر دلوقتي نقدر نقول انه وصل حصل